مساء الخير، بداية نشرتنا مع العناوين. الجيش يفتح الطرق أمام المواطنين لكن طريق الحكومة لا تزال مقطوعة. القوات ترفض اتهامها بقطع الطرق، فهل تبرأت من بعض مناصريها؟ مبادرة اللواء إبراهيم محور نقاش، ولا موعد للحريري في بعبدة حتى الآن. الجلسة التشريعية الجمعة، هل يمر بند اتفاقية قرض البنك الدولي بسلام؟ وغدا معاودة الحوار بين بكركي وحزب الله، ماذا كشف المطران مظلوم للأو تي في؟ بدنا نجيب قدولة مام من فامزون. مثل شو؟ الثامنة إلا ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. أما وقد أعاد الجيش فتح الطرق أمام المواطنين نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين وفق ما جاء في بيانه الرسمي، أسئلة ثلاثة ملحة يطرحها الجميع ولا جواب عليها حتى الآن. السؤال الأول، بعد فشل محاولاتها الانقلابية المكشوفة التي لا تغطيها البيانات بعدما فضحتها الصور والمشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل، متى تفهم الأحزاب المتربصة باللبنانيين أن محاولاتها المتكررة لركوب موجة الاحتجاج الشعبي المحقة لن يكتب لها النجاح، وأن مساعيها الدائمة إلى غسل يديها من أثام السنوات الثلاثين الماضية التي أوصلتنا إلى هنا ستفشل، لأن ماضيها القبيح لا يزال حاضرا في أذهان الناس؟ السؤال الثاني، بعد وصول التحركات الاحتجاجية التي اندلعت في 17 من تشرين الأول 2019 إلى حائط مسدود بفعل غياب المشروع الموحد والطرح المقنع البديل، متى يدرك القائمون بها أن الحراك الأقوى والانتفاضة الأفعل والثورة الأنجح هي تلك التي تكون محددة الأهداف وتضغط في اتجاه منع تمييع التدقيق الجنائي وترفض البطء المتعمد في إقرار القوانين الإصلاحية ثم تطبيقها مع التمييز الواضح بين أصحاب التاريخ الإصلاحي الأبيض وجماعة الماضي الفاسد الأسود؟ السؤال الثالث، بعدما أتم واجب اللياقات تجاه نظيره الليبي متصلا به للتهنئة بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ألم يحن الوقت كي يدرك رئيس الحكومة المكلف أن اللبنانيين لا يهنئونه على التأخير في التشكيل ولا يقتنعون بالذرائع التي يطرحها منذ التكليف لعرقلة التأليف؟ فسلوك رئيس الحكومة المكلف وأداؤه الاستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول على ما أعلن تكتل لبنان القوي أمس. في انتظار الأجوبة، يتسارع الانهيار الداخلي اقتصاديا وماليا ومعيشيا على وقع تحولات إقليمية عنوانها اليوم إعلان وزير الخارجية السعودية بعد يوم واحد من تصريح مشابه لنظيره الإماراتي أن الأزمة السورية تتطلب حلا سياسيا وأن هذا البلد في حاجة إلى العودة لحضنه العربي والتمتع بالاستقرار والأمن. مطلب صحيح رفعه منذ زمن إلى المحافل العربية والدولية وزير خارجية لبناني سابق، لكنه اعتبر يومها تجاوزا للخطوط الحمر وتبعية للنظام السوري وتنفيذا لإرادة محور، فقط لأن اسم وزير الخارجية اللبنانية كان جبران باسيل. وبداية النشرة مع قصة القوات وقطع الطرق.
لن نترك الأعطال الأمنية تمر ولا الأعطال الدستورية تمر ولا أعطال نهب المال العام يمر، ولكن المسيرة ما بتتعلق فقط بالقيادات السياسية، الشعب اللبناني هو بده يشارك فيها. إذا بتضلوا تعطون أكترية بيضلوا حكمين ويضلوا يسروا وعال. مسؤولية مسؤوليتكم، نحن عم ننبه، عم نقلكم شو المخاطر حتى نتابع المسيرة. نحن اليوم رح نعمل مشروع قانون بتأليف محكمة خاصة لمحاكمة جرائم سرقة الأموال العامة لأول مرة بتاريخ لبنان. نحن لا في بجيبتنا عمولة ولا براسنا عمالة ولا على ضميرنا جرائم اغتيال، نتطلع إلى الجميع رافعين رؤوسنا وبعدنا عم نواجه ومنجاهد. القوات تتنصل من قطع الطرقات ومشاهد الشارع تقول العكس. تقرير ريتا ناصور أنجليني. مع فتح الطرقات اليوم وما يصفه البعض بفشل الانقلاب، بدأت الأحزاب تغسل يديها من مشهد الشارع في الأيام الماضية. القوات اللبنانية في الطليعة، وها هي في بيان تنفي أي مسؤولية لها بقطع الطرق وتقول لا علاقة للقوات اللبنانية لا قرارا ولا تنظيما لا جملة ولا تفصيلا لا من قريب ولا من بعيد بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات. هذا على الورق، أما على الطرق فتبقى الشعارات أصدق إنباء من الجعجعة التي من دون طحين. القوات أشارت في بيانها إلى أن المجموعات تنادت للنزول إلى الشارع إثر تدهور سعر الصرف، واعتبرت أن محاولة إلصاق إقفال الطرقات وما استتبعها بها محاولة مكشوفة للهروب من واقع وجود ثورة وأزمة مالية سببهما الفريق المتسلط على رقاب اللبنانيين. واختتمت القوات بيانها بالقول أن اتهامها بإقفال الطرقات جريمة بحق اللبنانيين الثائرين وبحق الحقيقة وبحق القوات اللبنانية. جوع الناس حقيقة طبعا، ولكن استغلال الأحزاب لهذا الجوع لأجندات سياسية معروفة حقيقة أيضا، فبعض اللبنانيين مش جوعان ووجودهم في الشارع سياسي بامتياز. هذا ليس كلامنا بل كلامهم هم. أنا اليوم أنا نازل كرمالي شوع، أنا بأشر على واحد ما بقبل واحد مش هالعامل يقول لي عم يشوعني. إذا هو بطعون أنا مبطاو، إذا هو حاط حرايق أنا مفرق. ضل طعمه من هلا سنتين يعني هو من هو تجوعني مش العام. انا نازل كرمال البطرك، البطرك علي زهر احنا تعالي من زهر اذا كان العوني صعيد. انا البطرك عندي اول للقوات ببطرك، نحن هالظلمة علق ومنزل ومطل نزل. قلنا بالشارع ضد 8 اذار لازم نكون احنا مثل امريكا او جمهوري. هيدي ثورة مش ضد الفساد بلبنان، ثورة ضد فساد فئة معينة. انا ثورتي ضد الجرثة. نحن ما عندنا ماني جعان ولا رح جوع، كلنا عندنا مصاري وكل قد يقول البعض أن ما سبق لا يدين القوات، فلا شيء يثبت أن مؤيديها نزلوا بقرار حزبي. صحيح، ولكن ماذا لو شهد شاهد من أهله وهو أنطوني دويهي أحد ثوار جل الديب؟ كتائب القوات انوجدوا بجل الديب وعلى الأرض وبالتنظيم فعليا ثالث يوم من بداية 13 شهرين. اف يعني من اول نهار انت عم تقول انه القوات والكتائب كانت عم بتنظم. اي اكيد. يعني الشعار كلهم ما كان بجل الديب والزوق ما كان مزبوط، لانه ما كان مطبق 100%. لا اكيد لا. لازم نقولهم عن العالي لانه البلد راح. عشو بدنا نكذب بقى؟ عشو بدنا نغطي؟ البلد راح، اوكي؟ شعار كلهم ما تطبق باي منطقه بلبنان. بين مشاهد الشارع وحبر البيانات المتنصلة تبقى عقول اللبنانيين هي الحكم، وقد يكون خير ما قل ودل ما جاء من تعليقات على مواقع التواصل، حيث غرد أحدهم كاتبا القوات اللبنانية تستنكر ما حصل من قطع طرقات وتحمل المسؤولية لراهبات السانت فامي.
وردا على بيان القوات، أشار التيار الوطني الحر في بيان للجنة المركزية للإعلام إلى أن الاكتفاء بالاحتكام إلى اللبنانيين بالاستناد إلى كل المشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذل الآلاف قصدا من الكورة إلى بعبدة إلى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوهات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي من دون نسيان الهتافات وخصوصا المقززة منها وكل الارتكابات البشعة وقلة الأخلاق والمسؤولية التي أدت إلى قتل أبرياء بالاستناد إلى المحاسبين القوتيين المعروفي الهوية الذين تصدروا المشاهد وارتكبوا الموبقات. وأعرب التيار عن الأسف لتمرس القوات أكثر فأكثر في الكذب والنفاق السياسي من خلال إصرارها على رميه بما ارتكبه أزلامها وهو ما دأبت عليه طوال الأعوام الماضية من افتراءات وإشاعات وأضاليل. كيف بدا المشهد اليوم بعد فتح الطرق من قبل الجيش؟ تقرير جورج عبود. بين الحراك الشعبي ب 17 تشرين واثنين الغضب على الطرقات، وجوه صنفت نفسها من قيادات الثورة غابت عن المشهد ليحل محل مناصرين من الأحزاب شاركوا بقطع أوصال البلد بالتزامن مع توقيت إعادة الفتح وعودة مختلف المهن للعمل بعد أكثر من شهر على الإقفال التام نتيجة كورونا. المشهد نفسه تكرر بأكثر من نقطة، عدد من المحاسبين ما بيتخطوا أصابع اليدين، عدا عن أسر آلاف المواطنين لساعات داخل سياراتهم تسببوا بسقوط ثلاث ضحايا من خيرة الشباب بشكة وجبال، وعدد من الجرحى بجل الديب نتيجة حوادث السير بسبب قطع الطرق بطريقة عشوائية. فوضى ما وفرت المرضى بسيارات الإسعاف ولا الموتى ولا حتى صهاريج الأكسجين للمستشفيات. بالمحصلة ونتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات اللي صارت على الطرقات بحسب بيان للجيش اللبناني وحفاظا على سلامة المواطنين اتخذ القرار، وبالفعل منذ ساعات الصباح الباكر بدأ عناصر الجيش اللبناني بفتح الطرقات المغلقة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. عملية فتح حصلت من دون أي مواجهات أو صدام مع المحتجين، بالرغم من أنه استخدموا نصب الخيم والإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات وحتى الحجارة والإسمنت، معتبرين أنه عملية الإقفال رح تطول على الأرض. إذا العالم بيصيروا 50 شخص الجيش ما رح يفتح الطريق، بس طالما العدد هو هالقد مضطر من وراء الإعلام أنه بس هذا العدد مسكر على كل لبنان، خلي كل العالم تنزل على الطريق مش منطق. طب نحن شو عاملين جروبات خيي؟ بس تقل حنك ونتساير نبعث نكت. قطع طرق أدى بكثير من الأحيان للصدام بين المحتجين من جهة ومواطنين وحتى أمنيين من جهة أخرى نتيجة الإصرار على عبور النقاط المقطوعة. قطع انتهى بإعادة فتح سريع حيث غاب المحتجين وبقيت عدة القطع وأصارة على الأرض، مع سؤال ليش التظاهر مش أمام منازل السياسيين الفاسدين، وهل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بتتحسن من خلال قطع الطرقات على أرزاق الناس؟ ما صحة المعلومات عن توجه الحريري إلى بعبدة في الساعات المقبلة؟ وهل من تطورات إيجابية حكوميا؟ تقرير جريس مخايل. بحسب نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، الرئيس المكلف سعد الحريري لم يسمع أي جديد من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وبالتالي ما من زيارة مقررة حتى الساعة للقصر الجمهوري، كما شدد علوش في اتصال مع الأو تي في مضيفا أن طرح اللواء عباس إبراهيم لا يزال محصورا باللواء إبراهيم نفسه، وعمليا ما يوافق عليه هو رئيس الجمهورية بالتوافق مع الرئيس الحريري، لكن حتى هذا الوقت لا تزال الأمور غير واضحة، فثمة من يقول إن هذا الطرح مبني على أن تكون حصة الرئيس عون خمسة وزراء مع سادس أرمني على أن تكون وزارة الداخلية من حصته، وثمة ما يقول إن الطرح قائم على خمسة وزراء من حصة رئيس الجمهورية إضافة إلى الوزير الأرمني، على أن يتم التوافق بين الرئيس المكلف والرئيس عون على الاسم الذي يتولى وزارة الداخلية. وأضاف علوش عبر الأو تي في: بما أن الأمور لا تزال مشكولة على هذا النحو، يكون من الواضح أن ليس هناك من قرار جدي حتى هذه اللحظة،
وقال لا يمكن القول إننا لا نزال في المربع الأول أو عند نقطة الصفر، فالأمور تتغير وتتبدل كل يوم، لكننا نقترب من لحظة الحقيقة الكبرى وهي الانهيار التام. وردا على سؤال حول ما إذا كانت التحركات في الشارع نوعا من الضغط على رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، قال علوش إنه لا ينفي تدخل بعض الأحزاب أو عناصر حزبية فيها، لكن ما من معطيات كافية لهذا الموضوع، ومن الممكن أن تكون ضغطا على الرئيس عون لتأليف الحكومة، وهو أمر شرعي لأن الأوضاع ضاغطة بحسب تعبيره. وعلى الضفة السياسية المقابلة لتيار المستقبل، أكدت مصادر مطلعة على سير تشكيل حكومة للأو تي في أن الحريري لا يريد تشكيل حكومة، والأسباب تتعدد بين ضغوطات داخلية عليه وضغوطات خارجية، لكن النتيجة واحدة، واضعة ما حصل في الشارع بخانة محاولة انقلاب أخرى على عهد الرئيس عون شاركت فيها 3 أطراف من دون أن تسميها، لكن بليل ما في ضوء أمر علم الجميع أن الرئيس عون لا ينكسر فانتهى كل شيء. أما التيار الوطني الحر فكان اعتبر في بيان تكتل لبنان القوي أمس أن سلوك رئيس الحكومة المكلف وأداءه الاستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول، مجددا الدعوة إلى احترام الدستور والعودة إلى لبنان لتشكيل حكومة قاضية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها. أوساط مقربة من بعبدة أكدت بدورها للأو تي في أن رئيس الجمهورية وبعد كل المبادرات وكل التسهيلات التي قدمها تحت سقف الدستور لا يزال ينتظر جواب الرئيس الحريري، فيما الأخير غائب عن السمع. وقالت المصادر لا نعرف من أي عاصمة سيستمد قراره، وهنالك علامات استفهام كبيرة توضع حول غيابه في كل مرة تمر بها البلاد باحتجاجات شعبية. وسألت المصادر ألم يدرك الحريري بعد أن سياسة استدراج الخارج إلى الداخل اللبناني لا تؤتي ثمارا، لأنه مكلف تشكيل حكومة الجمهورية اللبنانية التي يرأسها ميشيل عون. عشية الجلسة التشريعية المرتقبة الجمعة، كيف توزعت مواقف الكتل من جدول أعمالها ولا سيما بند اتفاقية قرض البنك الدولي، فهل تمر بسلاسة؟ تقرير جوال بيونس. أكثر من سؤال أثرته دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة تشريعية الجمعة في اليونسكو، سواء من حيث دستورية التشريع بظل حكومة تصريف أعمال أو اقتصار جدول الأعمال على هذه البنود الثلاثة، والتي سيضاف إليها بحسب المعلومات ومن خارج جدول الأعمال اقتراح القانون المعجل الذي تقدم به النائب علي حسن خليل، ويعطى بموجبه دفع على غلاء المعيشة للقوى الأمنية تساوي 1,000,000 ليرة لبنانية شهريا ولمدة 6 أشهر. فكيف وضع جدول الأعمال؟ مصادر مطلعة تؤكد للأو تي في أن الرئيس بري استأذن أعضاء هيئة المكتب فأجرى اتصالات بهم نظرا لصعوبة عقد اجتماع بسبب قطع الطرقات، فتم التشاور هاتفيا واتفق على جدول الأعمال. من حيث المضمون، اتفاقية قرض البنك الدولي هي الأساس بعدما كانت أقرت مبدئيا باللجان المشتركة بعد أخذ الحكومة بملاحظات الكتل. رح نشارك أكيد بالجلسة التشريعية. مسألة دستورية هذه الجلسة بصراحة موضوع نقاشي بغض النظر عن هذا الموضوع. بكرة في قانون بالنسبة لنا نحن قانون أساسي جدا جدا رايحين نحن لحتى نصوت عليه، لأنه هذا موضوع يطال الطبقات الفقيرة بالبلد. كنا نفضل أن يكون الدفع بالعملة الصعبة وفق ما أتى القرض. سنبقى متمسكين بهذه النقطة كلقاء ديمقراطي، ولكن أعتقد أنه بنهاية المطاف الشعب اللبناني خاصة الفئات الأكثر فكرا هم بحاجة لهذا القرض. على خط حزب الله أمل، فطرفان مع جلسة الجمعة، لكن لحزب الله ملاحظات على اتفاقية القرض، وهو سيجتمع بالساعة المقبلة للبت بالموضوع. حكما أن هناك ملاحظات تم التوافق عليها في جلسة اللجان المشتركة هي الأساس التزمت بها الحكومة لتحسين شروط هذا القرض، مثل أنك كتلة وفاء للمقاومة مما يزيد المبالغ المرصودة للأقساط فكرا من 212 مليون دولار إلى 236-240. ساعتها نحن هذا الهدف الأساسي تبعنا، أن لا يكون هناك التلفة التشغيلية أو يكون الوظائف أو يكون كذلك الأمر إدارة المشروع من خلال برنامج الغذاء العالمي أو من خلال توزيع البطاقة أو من خلال المصارف التجارية أن تأخذ جزء من هذا المبلغ. إذا كان في اتفاق ما بين الحكومة وبنك الدولي على تعديل كل هالعناوين هيدا، ساعتها يبنى على الشيء المقتضى. على خط الأطراف
المسيحية فقد علمت الأو تي في أن قرار القوات بالمشاركة من عدمه في جلسة الجمعة تحدده في اجتماع التكتل المسائي. أما التيار الذي ظل موقفه ضبابيا حتى ساعات بعد الظهر امتعاضا لعدم إدراج سلفة الكهرباء وقوانين الإصلاح على جدول الأعمال، وهذا ما غمز من قناته بيان التكتل بالأمس، ظل يترقب تطورا ما إلى أن وزعت هذه الورقة على جروب واتساب مراسلي ومصوري عين التيني تفيد بأن جلسة للجان المشتركة حددت الثلاثاء لدرس اقتراحي استرداد الأموال المنهوبة واقتراح القانون المعجل المكرر لإعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة بعد مراجعة أجراها التيار مع عين التيني بحسب المعطيات. وهنا علم أن بري وعد بجلسة تشريعية قريبة إذا أقرت هذه القوانين سريعا باللجان المشتركة، وعليه فالأرجح أن لا تحول ملاحظات البعض ومنهم حزب الله على قرض البنك الدولي دون إقراره الجمعة وفقا للأجوبة التي أعطتها الحكومة على أن يدفع بالليرة بدولار يوازي 6240 ليرة على أن يحدث في الخامس من كل شهر وفقا لسعر السوق. وكذلك ترجح المعلومات إقرار اقتراح القانون المقدم من النائب إبراهيم كنعان بتعديل اتفاق قروض الإسكان لجهة زيادة قيمة القروض، ولا سيما أن عدم إقراره يعني تطيير القرض المدعوم للمحتاجين والشباب. أكد نائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم في برنامج بي دبلوماسية عبر الأو تي في أن لجنة الحوار بين بكركي وحزب الله انقطعت لمدة سنة بسبب الظروف الصحية وكورونا، واليوم عاودت اجتماعاتها بعد كل الأحداث التي حصلت، مشددا على أهمية الحوار. الأحداث اللي صارت ومن بعد ما يعني أخذت الأحداث المنحة اللي وصلنا لي، شعرنا نحن وشعروا هن الإخوان أنه بيسوى نلتقي مجددا ونرجع هني طلبوا منكم استكمال الحوار. مين طلب معاودة الحوار؟ هني اتصلوا وقال لك نحن في تواصل بين بعضنا كل فترة يعني، لكن هني عبروا عن رغبتهم باللقاء وتم اللقاء على أساس هالشيء. هذا كانت ما بدي أقول إنه كان في فرحة بإعادة اللقاء بعد حوالي سنة طبعاً. كلنا كنا مبسوطين بلقاء بعضنا. ثانياً عدنا أكيد استعدنا الحوار، مش مطرح اللي تركناه من سنة، ولكن استعدنا الحوار انطلاقاً من الواقع اليوم بملفات شائكة بظروف مأساوية عم بعيشها شعبنا، بخوف من المستقبل شو بده يصير بكرة. صار في عتب من جهة حزب الله، صار في عتب من جهة فريق حزب الله على طروحات البطرك الراعي، صار في عتب أنه نحن قلقين من هذه الطروحات، ولا كيف تعاطوا مع هذه الأمور الحياد تحديدا والتدويل اليوم؟ طبعا في أمور بينظروا إليها بطريقة مختلفة، عم بننظر إلى البطرك وعم ننظر إلى نحن، ولسبب اللقاءات الحوار هي للتفاهم وتقريب وجهات النظر ولشرح وجهة نظر كل واحد منه. هذا الحوار بالنهاية عشان هيك. هلا كان عنده عتب على بعض الهتافات اللي طلعت بلقاء بكركي، عدد من الشباب متحمسين حكي شو ما كان وكذا. طبعا هذه البطريركية لا تتبنى هذه الأمور هذه، وبالعكس يدد، وللبطرك ولكن البطرك كان بوضع كان عم بي بيقرأ خطابه، حتى ما بعرف إذا كان سمع الهتافات اللي طلعت الأخرين.
فإذا أنتم اعتبرتوا أنه هذه الأمور لا تعني بكركي ولا تتبناها ولا ترضى بها؟ أكيد أكيد بكركي لا تتبناها ولا تضع ولا تقبل بكركي بإهانة أي شخص، خاصة رئيس الجمهورية أو السيد حسن نصر الله. نحن بالنهاية أبناء بلد واحد وأخوة، كل علاقتنا لازم تبدأ بالاحترام المتبادل. سلسلة مواقف لوزير الداخلية في حديث لموقع VDL نيوز. الوضع الأمني من زمان كنت أقول من حوالي 3 شهور كنت أقول بدأ يتلاشى، هلأ الوضع الأمني قد تلاشى. يعطيك العافية يعني. يعطيك ألف عافية بهذا الموضوع. البلد مكشوف على كافة الاحتمالات. البلد مكشوف على كافة الاحتمالات. ليس فقط اغتيالات، الله أعلم شو. في لا سيما المادتين 43 و52. نعم. هول بيلزموا وزارة الداخلية أن تجري الانتخابات الفرعية. بس في معوقات. في معوقات لوجستية، رجعنا للوجستية والاقتصادية. في عنا معوقات مادية، وعندك الوضع الصحي اللي هو تعرف تفشي هذا الوباء الخبيث بكل لبنان. بالتالي إذا يعني بالنسبة للوضع الصحي يمكن أن ننفذ تعليمات السلام العامي. الوضع المالي إذا تأمل مال كمان ممكن نعمل. الوضع اللوجستي إذا تأمل مال فينا نساعد الوضع اللوجستي بالحد الأدنى. ساعتها من حد هلأ جاي في باك إن شاء الله بتنعد على لبنان وعلى اللبنانيين، وفي عندك عيد الفطر، وبعدين يعني أول أحد بعد عيد الفطر هو ب 16 أيار. يعني ممكن أنا أعمل اقتراح أنه أن تجرى الانتخابات الفرعية ب 16 أو ب 23 أيار. هل يغرق لبنان في العتمة نهاية شهر آذار بسبب مواقف أصحاب المولدات؟ التفاصيل في تقرير جينيفر مزرعاني. هل رح نقعد على العتمة وتنقطع كهربة الدولة والموتور بنهاية شهر أدار بعد ما فرضت وزارة المالية لم الضرائب من قبل أصحاب المولدات الكهربائية؟ اعترض هؤلاء وحذروا من اللجوء إلى التوقف عن العمل ب 31 أدار لأنهم غير قادرين على دفع الضريبة. الضريبة تفرض عادة على الأرباح، ولكن بأكد المعنيين أنه مؤخرا عملهم غير مربح، بالتالي هن غير قادرين على دفع الضريبة. تسعيرا ما بتحمل ضريبة، ولا فينا نقدر نحمل هذه الضريبة، ونحن ما عنا لزة نطفي مصالحنا لأنه منبيع بيوتنا لنروح ندفع ضريبة. نتمنى كانوا يراجعوا وزارة الطاقة قبل ما يحطوا الضريبة. اثنين، بكرة في مجلس النواب في هيئة عامة، ناشد دوت الرئيس بري والسادة النواب يرجعوا يعملوا إعادة نظر بهالضريبة، وبركي بيتم إلغائها حتى نبقى هذا الكأس عنا وعن الناس. ليش حذر أصحاب المولدات الكهربائية من التوقف عن العمل بتاريخ 31 أدار؟ هالقرار إذا نفذ يأتي بالتزامن مع موقف وزارة الطاقة اللي لفتت إلى توقف شركة كهرباء لبنان عن التغذية ب 31 أدار في حال لم تعطى سلفة خزينة لاستقدام الفيول، وبالتالي بينقطع المواطن اللبناني من كهرباء الدولة وكهرباء الموتور. شو الحل؟ بتأكد مصادر وزارة الطاقة أنه تم فرض هالضريبة للمرة الأولى ضمن المادة 70 من موازنة عام 2019 اللي بتفرض على صاحب المولد ضريبة قيمتها 50 ألف ليرة سنوياً عن كل كافئة. اعترض أصحاب المولدات بوقتها على السعر المرتفع، وتم تخفيض الضريبة إلى 15 ألف ليرة لبنانية. اليوم يتوجب على أصحاب المولدات دفع 15 ألف ليرة مقابل كل كافئة، والمطلوب منهم الدفع عن السنتين اللي مروا. يعني إذا كان صاحب مولد الكهرباء بيملك مولد 500 كافئة بيتوجب عليه دفع 7 ملايين و500 ألف ليرة بالسنة، أي 15 مليون ليرة لبنانية عن سنتين. مصادر وزارة
الطاقة بتأكد أن الضريبة المفروضة غير مبنية على أسس علمية، وفرض ضرائب على أصحاب المولدات ما بيعترف بشرعية وجودهم. بالنسبة لأصحاب المولدات الكهربائية، إلغاء الضريبة هو الحل للاستمرار بتأمين الكهرباء، وإذا توقفت شركة كهرباء لبنان عن العمل ب 31 أدار فالعبء رح يكون كبير عليهم. الأكيد أنه لن يتم رفع تعرفة فاتورة المولدات، ولكن شو النفع إذا الكهرباء ما كانت رح تجي من الأساس؟ في الشأن الصحي، نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف يرفع الصوت على خلفية تلقيح القطاع الطبي والتمريضي. هناك عدد لا يستهان به من الناس خاصة بالقطاع الصحي بعد ما تلقوا اللقاح، الصليب الأحمر اللبناني، الممرضات، الأطباء، المسنين، اللي عنده الأمراض مزمنة، المدارس، يعني المعلمين خاصة. يضاف إلى ذلك أن هناك مشكل لوجستي بمنصة تسجيل الوزارة عم يشتغل على حلها، وبتأمل أنه هالحل بيصير قريب جدا. ما نعتبر أنه ارتحنا مع وصول اللقاح، ضروري جدا أخذ الأمور بجدية أكثر حتى نحمي مجتمعنا من كارثة صحية نحن بغنى عنها. بيكفينا مصايب سياسية اقتصادية واجتماعية على القليلة، نحاول نتعاون على تخطي المصيبة الصحية بأقل كلفة ممكنة. من المحزن حقا أنه كل يوم تقريبا عم يموت طبيب بسبب الكورونا، صاروا 35 طبيب، وهلأ بالتزامن مع انطلاق حملة التلقيح الوطنية وإعادة فتح مختلف القطاعات تدريجيا وانطلاق الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، لم يطرأ تحسن على الوضع الوبائي. أعداد الإصابات والوفيات عم تزيد ورح تزيد بعد أكثر، ونسبة التلقيح بعدها غير كافية، وكذلك التأيد بالتدابير الوقائية وخاصة التجمعات. وبقاء الأمور على هالشكل والعمل بهالوتيرة البطيئة بيعني أنه نحن أمام مشكل صحي كبير، لذلك ضروري جدا القطاع الخاص يدخل على الخط ويساهم بسرعة بتلقيح أكبر عدد من المواطنين لخلق مناعة مجتمعية. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة جينيفر مزرعاني. مساء الخير. أعلنت شركة فيسبوك أنها عم تختبر دمج ميزة ريلز المتاحة على إنستغرام بفيسبوك. ريلز هي ميزة جديدة على إنستغرام بتسمح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية مع باكجراوند ميوزك ومشاركتها على الستوريز والنيوز فيد. بفضل دمج هالميزة مع فيسبوك رح يتمكن مستخدمو إنستغرام بالهند من مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة فيهم على فيسبوك. على نحو آخر، تداول مرويد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب الشارع المصري. يظهر بالفيديو شخص بيبلغ من العمر 32 عام بحاول التحرش بطفلة. صاحبة كاميرا المراقبة داخل المبنى لاحظت هالموضوع وقدرت تخلص الطفلة من بين إيديه. قام هذا الشخص بالهروب، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض عليه. خلينا نشوف كيف قدر بطريق يهرب من الحيتان القاتلة بعد ما قفز بقارب سياحي بأنتاركتيكا. الخبر منكون وصلنا لختام فقرات السوشيال ميديا. للمزيد تابعونا بكرة. تصبحوا على خير.
بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، توجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى المسؤولين بالقول إما حكومة بالأمس قبل الغد أو لا يبقى لبناني في بيته والجميع سيكونون في الشارع. وأعلن دريان أن موقفنا واضح ونحن مع اللبنانيين في مطالبهم الإنقاذية، نحن مع إنقاذ البلاد من هول ما تعيدنا به الطبقة الحاكمة، نحن مع الدستور، مع الطائف، مع معالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية، نحن مع عودة لبنان إلى حياته الطبيعية، مع أنمائه وازدهاره، مع التأكيد على العيش المشترك. شدد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي على ضرورة التدخل فورا للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار ودعم كل مبادرة تكشف من هم وراء هذا التلاعب. ولفت العبسي خلال الاجتماع الدوري لمطارنة الروم الملكيين الكاثوليك إلى أن حالة الوطن والمواطن تتأزم بسبب الأطماع الحاصلة والأمر لم يعد يحتمل، معتبرا أن الوطن في خطر، وعندما يكون كذلك فهو بحاجة إلى منقذين يتحلون بالجدية والتضحية وليس لأناس همهم الوحيد تلبية طموحاتهم. وتطرق الاجتماع أيضا إلى الملف الحكومي. دعا المجتمعون إلى الإسراع في تأليف الحكومة اللبنانية وإلى تخطي العقبات التي تحول دون ذلك، وحملوا المعرقلين مسؤولية الفراغ الحاصل، سيما وأن أسباب التعطيل فئوية ومذهبية وبعيدة كل البعد عن مصالح الوطن والمواطنين، ودعوا إلى تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات ومعالجة الأزمة النقدية والاجتماعية. ثالثاً، دعا المجتمعون المسؤولين التدخل فوراً للحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ودعم كل مبادرة تكشف أسباب هذا التلاعب ومن وراءه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأكدوا أن حالة الوطن والمواطن تتأزم بسبب الأطماع الحاصلة والأمر لم يعد يحتمل. كذلك استمعوا باهتمام إلى صرخة الناس، وكان آخرها صرخة قائد الجيش تجاه جنوده الذين هم جزء أساسي من المجتمع. أمنياً، زار مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني أهوجي مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث التقى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي، وأشار البحث في التطورات الراهنة. فاصل جديد ونعود. أهلا بكم من جديد. في الرياض، أعلن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن الأزمة السورية تتطلب حلا سياسيا، وأكد أن هذا البلد في حاجة إلى العودة لحضنه العربي وتمتع بالاستقرار والأمن. ويأتي ذلك غدا ما قاله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء أن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، مؤكدا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر. في الرياضة، الدوري اللبناني لتايكواندو وبطولة لبنان التزلج ألبي. نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو المرحلة الأولى من الدوري اللبناني للعبة للرجال والسيدات للحزام الأسود على مدى يومين بقاعة نادي مولا صالح عين سعادي، وتوزعت المباريات على حلبتين شارك بقيادتهم 22 حكم وطني ودولي، وطبقت معايير سلامة صارمة بالبطولة عبر إجراء فحوص البي سي آر للإداريين والحكام والمدربين واللاعبين، كما أجري فحص رابيد تيست لجميع يلي دخلوا القاعة من دون استثناء. هالأمر لقى ارتياح المشاركين. البطولة أقيمت من دون جمهور تطبيقا لأنظمة وزارة الشباب والرياضة. يشار إلى أنه هالدوري يصنف لاعبي المنتخب اللبناني لبطولة آسيا يلي رح تصير بلبنان بحزيران المقبل. بالنتائج، وزن تحت 54 كيلو لرجال مارك خليفة من المولاسال، تحت 58 كيلو رافائيل قدسي من أنترانيك أنتلياس، تحت 63 كيلو يامن فرج من اللواء الرفيد، تحت 68 كيلو جورج غالب من الجيش اللبناني، تحت 74 كيلو ليونارد
برناردو شيبين أبناء نبتون تحت 80 كيلو شربل كيريلوس بودا تحت 87 كيلو طارق مصلي مولاسال فوق 87 كيلو راي راعي مولاسال أما عند السيدات وبوزن تحت 46 كيلو ربحت إلينا عيد من مولاسال تحت 49 كيلو أنا حداد أنترانيك أنتلييس تحت 53 كيلو ماريالا أبو حبيب مولاسال تحت 57 كيلو لتيسيا عون مولاسال تحت 62 كيلو كارلي حرفوش نادي أنور تحت 67 كيلو كريستينا جين تانيوس بودا تحت 73 كيلو ورد سلمين وفوق 73 كيلو ريا عزار مولاسال. نظم الاتحاد اللبناني للتزلج على التلج سباقات تعرج قصير وتعرج طويل بالتزلج الألبي على منحدرات الأرز ضمن بطولة لبنان للسنة الحالية. هالسباقات تمهيدية للألعاب الأولمبية الشتوية اللي رح تصير العام المقبل بالصين. أقيمت السباقات بمشاركة متزلجين لبنانيين بمثلوا الأندية الاتحادية ومتزلجين من قبرص وباكستان واليونان بعد الاستحصال على كل الأذونات من السلطات المعنية وسط إجراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا. بالنتائج عند الرجال سيزار عرنوق من داون هيلز أول، سيريل كيروز من الأرز الرياضي تاني، ونعيم فينيانوس من فريا تالت. عند الناشئين مواليد 2000-2004 سيزار عرنوق داون هيلز بشري أول، رياضتو مونت سيدرز تاني، وجوان حبيش فريا سبورتينج تالت. عند السيدات ربحت مانو عويس من فريا سبورتينج قدام ماريا أبو جودي فريا سبورتينج ونايا كردي من نادي فريا مزار. عند الناشئات من مواليد 2000-2004 مانو عويس من نادي فريا سبورتينج أولى قدام ماريا أبو جودي فريا سبورتينج تاني ونايا كردي فريا مزار بالمركز الثالث. أشرف على السباق المندوب اليوناني الدولي أندرياس بانتيليدس ورئيسة اللجنة الفنية زينة دريان وأعضاء اللجنة الفنية، ووزع رئيس الاتحاد فريدي كيروز وأعضاء الاتحاد ورؤساء النوادي والمدربين ميداليات على الفائزين والفائزات. وإلى أحوال الطقس. مساء الخير. طقس الدافئ اللي عم نشهده رح يتحول إلى متقلب وماطر لنهار الخميس والقسم الأول من نهار الجمعة، يعني رح نكون على موعد مع منخفض جوي سريع وليس عالي الفعالية. إذا طقسنا لبكرة غائم وماطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اللي رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من شمال وعكارة عم بتسجل 17 درجة، طرابلس 20، العاصمة بيروت 18 درجة وصور 20. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 15، القلوق 7، زحل 16 وجزين أيضا 16 درجة. نسبة رطوبة ساحلا عم توصل لل 75%، الريح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 30 وال 45 كيلومتر في الساعة، أما حال البحر فما إج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للخميس جونا غائم جزئياً بيتحول إلى غائم مع تكون للضباب الكثيف على المرتفعات وتساقط للأمطار المتفرقة اللي بتشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر والثلوج اللي بتدنى مستوى تساقطها لل 1500 متر ليلاً. أما درجات الحرارة فبتنخفض لتعود إلى معدلاتها الموسمية وبتسجل 18 درجة. للجمعة جونا بتابع متقلب وماطر بالقسم الأول من النهار ليتحسن تدريجيا والحرارة بتسجل 17 درجة ساحلا. للسبت والأحد بيعود جونا مستقر قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ل 18 للسبت وال 20 درجة لنهار الأحد. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير. ومع الأحوال الجوية نختم نشرتنا الإخبارية. للمزيد otv.com.lb كما تابعونا عبر فيسبوك وتويتر.